الخضار بتاعتي عملناها طاجن زغنطوط كده ورديحي كده مع نفسه وحلو قوي، بيبقى احلى كمان من اللي باللحمه صدقوني، كلها تعب ووجع قلب اصلا. وعندنا هنا المحار او بلح البحر بيبقى حلو جدا ورائع. نيجي بقى لطبق البطاطا والبسله. مش عايزه بطاطا، اعمل بطاطس هتبقى معاكم حلوه جدا ورائعه، وكمان قرع عسلي هيبقى معاكم احلى واحلى واحلى. عندي خس عادي فرنساوي ملون المتوفر عندك اعمليه، توست متقطع او عيش شامي محمص او عيش عادي نحمصه في شويه سمنه او شويه زبده او شويه زيت، تحميصه بسيطه او في الفرن لو عايزاها خفيف. عندي بسله مسلوقه مع شويه ميه مملحه، عندي اي نوع جبنه بيضة، عندنا هنا سبيت او كاليماري انت استعملي اللي انت عايزاه، انا واخداها حلقات كيبرز، وعندي كمان الكيبرز ممكن الغيه خالص اللي هو حبوب الكبار ممكن نلغيها خالص نهائيا مش هتفرق معانا بس بتدي طعم بصراحه حلو. عندي كزبره ناشفه، ملح في الاسود، ثوم وعصير ليمون وزيت زيتون وزيت عادي ادخله لاني انا ولعت الجريلا بصراحه فلازم ادخل معاها الزيت العادي، بس انتوا اعملوها مع زيت زيتون، ولو ما عندكيش زيت زيتون اعملي زيت عادي هيبقى معاكي حلو. يعني بصي بنمشي المراكب، كلها هيبقى طعمها حلو وكلها اكلاتها تبقى حلوه. لو عايزه صحي اقلبي على زيت زيتون، في ناس على فكره معاها كل حاجه ومش بتحب تطبخ بزيت زيتون لانها مش بتحب طعمه، فهي اذواق في الاول وفي الاخر. نعمل ايه؟ بصوا بقى هعمل كده، هاخد بوله صغنطوطه خالص واحط فيها الحلقات بتاعتي، واحط شويه من زيت الزيتون، انا كده كده حاطه زيت عادي هنا، شويه من زيت الزيتون، شويه ملح، فلفل اسود، ثوم اهو بتبل التتبيله بتاعتي، كزبره وعصير الليمون، ناخد شويه كزبره كمان معلش اهو، بس كده هكتفي بيها بالشكل ده، واخلطهم مع بعض اهو بسيط جدا، واحطهم كده كده الكاليماري عايزه تشويه على طول، عايزه تعمليه حلقات بالشكل ده، عايزه تسلقيه الاول براحتك خالص، وانا ضروري جدا انزل عليه بالصوص اكتر عشان يطلع الريحه تبقى فيه حلوه قوي قوي قوي. هنقلبه دلوقتي عشان ياخد المارك، بس نعمل احنا الكلام ده الاول. ازود شويه الثوم، الخلطه اللي احنا عملناها فيها كزبره وعصير ليمون، وازود شويه ملح وشويه فلفل كمان، حلو شويه 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 بس، وازود شويتين زيت زيتون او زيت عادي براحتنا خالص. ده دريسنج للسلطه عندي ممتاز بمعنى ممتاز. اهو كسرنا المطبخ، يلا بينا. اهو طيب عملناها زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو، هبتدي بقى ازوق فيها وادلع فيها، وناخد البطاطا الاول الصراحه بالحاجات دي كده تبقى طريقتها حلوه جدا وجميله وتجنن وشكلها حلو قوي 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 قوي. ويدجز قطعوها مربعات، ويدجز صغنطوطه تبقى معاكم في كل الحالات هتبقى حلوه. بصوا بقى انزل بقى بالدريسنج بتاعي واسيب شويه الايه لحد ما يتشوي معايا الكاليماري بتاعي، انزل كده بالدريسنج اهو ونسيب ده كده. نيجي بقى للكيبرز، بيبقى اخر حاجه والجبنه بتاعتي تبقى بالشكل ده، عايزاها تديني جبنه تكون كريمي معاكم طريه خالص، عايزاها تديني شكل وطعم ولون وريحه وكل حاجه. اللون الحلو الذهبي جدا الرائع بتاع الكاليماري بتاعي، بصوا مشوي حلو جدا، تنفعكم تبقى خفيفه، تنفع كمان تبقى يتاكل كده بس الصوص اللي احنا حطيناه فيه، عايزه اقول لكم وهمي وهمي وهمي، التتبيله طعمها حلو جدا هتعجبكم جدا وهتبقى معاكم هايله بمعنى هايله. نوسع كده شويه